عزيزي السيد الخوئي رأيه في قضية إسقاط الجنين في مظلومية الزهراء موجود في الجزء الثالث من صراط النجاة سؤال رقم 1264. هو من القائلين بشهادة الزهراء ومظلوميتها على يد الخليفة الثاني، وهكذا هو رأي السيد السيستاني في كتاب الفوائد الفقهية. فكل من يقول بأن السيد الخوي أو السيد السيستاني لا يقران بشهادة الزهراء وما جرى عليها، فهذا شخص إما مغرر به وإما شخص كاذب. وطبعا هذا الكلام ورد على لسان الحيدري أيضا، لأنه معروف بهذه القضية وهي قضية تزوير الآراء، كما أشار إلى ذلك الدكتور الحسن. طيب، القضية الأخرى وهي